حاسة أني بموت من الجوع. تكفين ناديهم. أنادي مين بالضبط؟ عندك الجرأة تجاوبيني بصراحة وبوضوح من غير لا لف ولا دوران ومن غير ما تلعبين بالكلام؟ وش اللي قاعد يصير بينك وبين يوسف؟ ما تحسين إنك تدخلين المعارك في الساحات الغلط مع الأشخاص الغلط؟ وش تقصدين؟ بدل ما تحولين لعدوك الافتراضي روحي لعدوك الحقيقي اللي تاركته في الشركة يسرح ويمرح على كيفه، ما عندك الجرأة تقولين له شيء، جالس في بيتكم ما حد نطق ولا قال له شيء، حتى الفلة اللي جالس فيها يا اختي على الأقل يدفعون إيجارها. لحظة انتي من تقصدين؟ عائلة عمك راشد اللي جالسين في البيت ولا حد قال لهم شيء، ناشبين في حلوكم، بدل ما تهاجموني روحوا هاجموهم وخذوا حقكم منا. أي حق اللي ناخذه منهم؟ حق الفلة اللي تركتوها لهم صدقة على الرخالي الله يرحمه. هي بس احنا ما تركناها، هذه فلتهم. فلة أبوك ومسجلة باسمه. وش فيكم صدمتوا؟ بسم الله عليكم، لا تقولوا لي انكم ما تدرون ان عمكم راشد باع الفلة لأبوكم وفي عقد بينهم. انت كيف تعرفين ذا الكلام؟ اللي ما حد فينا سمع عنه غير منك. ما جبت شيء من عندي، الكلام هذا قاله خالي عبد المحسن الله يرحمه لأمي. كأني جبت العيد صح؟ لا بالعكس، هذا أهم شيء قلتي من يوم ما انولدتي. أنت تدري أن أبوي شرى الفيلا من عمي؟ ودام راشد باعها له ومسجلها باسم أبوي، ليه ما دخلتها بحصر الورث؟ وليه ما تكلمت عنها؟ أنت مينون، تبي تلعب بورثنا صح؟ ليش ساكت؟ تكلم، قول شيء، قول الحقيقة. أنا ما أعرف أي شيء عن هالموضوع. شلون يعني ما تعرف؟ الجوهرة قالت أن كل العائلة يدرون أن أبوي شرى الفيلا من عمي، وبما أنك محامي العائلة يعني المفروض أنت اللي سويت العقد بينهم. إذا كان في عقد بدل الكلام معناته العقد ما تثبت، لأن لو كان العقد مثبت بشكل رسمي كانت الفيلا موجودة من ضمن الأملاك اللي في الورث.